خليني أقول لك أنه ثاني أكسيد الكربون يحاصر العالم، هذه الحقيقة المؤكدة والمؤسفة وصل إليها العلماء خلال رصدهم لأرقامهم الأخيرة. بلغت نسب انتشار ثاني أكسيد الكربون في الهواء الآن أعلى مستوى لها منذ أكثر من 4 ملايين عام. لماذا؟ بسبب حرق النفط والفحم والغاز. الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة أعلنت أن مستوى الغاز السام وصل إلى 424 جزء في المليون. الرقم المسجل يزيد بمقدار 3 أجزاء في المليون مقارنة بمتوسط مايو للعام الماضي، مسجلاً علواً بنسبة 51% مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية والتي بلغت 280 جزءاً في المليون. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.